الله معكم اخوتي، سلام ربي يسعد قلوبكم. مع كل بداية سنة، كل ما يكون في بداية للسنة دغري بيطلع ناس بيذكرونا علميا قديش عمرها هيدي الدنيا وقديش عمرها هيدي، قديش صرنا الكرة الأرضية موجودة، شو أساس الإنسان. منهم بيقولوا أصله قرد بيبقى مبسوط، يعني كأنه بأصله إنه قرد. منهم بيقولوا الإنسان لا، أصله إنه كان سمكة من البحر طلع. عوامل علمية اختلطت مع بعضها خلق الانسان. طبعا بلشوا يحكوك بالفيزيك والمات والشيمي والكيمياء وكيف عم بتصير الامور وكيف بدها تصير علميا، واحد زائد واحد يساوي اثنين، حتى يقدروا يقنعونا انه من لا شيء من لا شيء تكون الانسان. طبعا هاي فكره علميه، فكره ملحدين، فكره ناس غير مؤمنين انه الله هو الخالق. مع بدايه كل اول سنه بنذكر الناس انه يا اخوتي الرب هو اللي خلقنا، والله اللي اعطانا كل هالسنين واللي عملناها واللي ايدناها. طبعا السنه الميلاديه هي مشان ولاده الرب يسوع تجسده على الارض، فساعتها بلشت الحياه بالنسبه لنا، حياه الخلاص. المهم انا بدي اقول لكل هول الملحدين او لكل الناس العلميين اللي بيعتبروا انه من لا شيء صار في تدخل طبيعي، مثل ما بيقولوا كوكب ضرب بكوكب وصار كوكب الارض، كل هول الامور انا ما بدي احكي بهيدا الامر او قديش عمر الكره الارضيه، مع العلم انه اكثر شيء لحد هلا علميا بدي احكيهم موجود على الارض ملموس ما عمره اكثر من 7000 سنه. المهم ما بدي احكي بالموضوع، بدي احكي بالموضوع اللي عم بقول كيف تكون الانسان، واذا الانسان اصله قرد واذا الانسان اصله من سمكه. بدي اقول شغله واحده بس، لحد هلا في تجارب علميه عم بتصير على قرود وعلى غير قرود حتى يقدروا بس يحكوا، ما عم تزبط. طيب انا حتى يا اخي اعطيني برهان علمي طالما علميا مبني على براهين. ليش ما بدي اقول من 2000، من 1000 سنه بدي اعطيكم مهله 1000 سنه. ليش من 1000 سنه لغايه هلا، لغايه هلا احنا 2023 وصلنا 2024 وحصير 25، ليش لحد هلا ما رجع صار الطبيعه ما انتجت وانجبت ولد؟ طالما عم بتقولوا انه الكوكب هو انتج ولد والطبيعه هي انجبت هذا الولد، ما في الله، ليش هيدي الطبيعه ما رجعت من 1000 سنه لهلا؟ ما شفت انا انه حدا حكي من 500 سنه، من 100 سنه، ما شفنا ابدا الطبيعه انتجت ولد، ما شفنا قرد صار انسان. يعني كل هاي النظريات لازم تتكسر ويكون في شيء اسمه الله هو الخالق، في حدا هو الذي هو، في حدا بالنسبه لكم لازم يكون على القليل اذا مش مؤمنين بالله تقولوا حدا مجهول خلق هالحياه. من قالكم نحن هيدا المجهول؟ هو الله، هو ربنا والهنا ومخلصنا، هو اللي اوجدنا واوجد الحياه. وقال ليه كانت الحياه صار فيها امراه ورجل، ذكر وانثى بده يناموا مع بعضهم حتى تحبى المراه ويعملوا هالعلاقه ينجبوا ولد؟ ليش الدنيا ما تكملت مثل قبل وصار الطبيعه وبغابه وبشي بحر هيك بينتج وبيخلق ولد لحاله؟ يا ريت بتجاوبوني على هالموضوع، ليش الطبيعه بطلت عم تخلف اولاد؟ انتوا اصحاب هيدي النظريه. الله معكم.